إلى حلقة الله حلقة 105 كفال 105 إلى المدينة وفي المدينة التي بلتا النبي صلى الله عليه وسلم حصل مع كذا مدينة بيس جبا ودي مدينة موادة ومحصلة إلى دي بلد التهاجيتو والنبي صلى الله عليه وسلم حقوما خلاص تشهد أقوم دفنوا و كانتوا عمروا اليوم من لقاء مدينة أبكوا ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من دفن الشهداء والدعاء لهم رجعوا إلى المدينة وقد خرجت نسوة قتل أقاربهن فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق فعزاهن ودعا لهن وجاءت امرأة من بني دينار قتل زوجها وأخوها وأبوها فلما نعوا لها سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لها إنه بحمد الله كما تحبين فقالت أرونيه فأشاروا لها فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل أي صغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم حقوا ما خلاص من دفنها ما ما شهد أنته شهد أو دفنوا دعاء ودعوا لهم سك مدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا وأنس كبت عليهم أو استنى معي تابع على عليا ورميز النبي الله صلى الله عليه وسلم ركبوا والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه لهم وعز يوم وسيد على من بني دينار باسم موتى والده موتى وأبوها موتى وحواس ألواء وعز ودي يقول لهم سألتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أبي ألواء النبي صلى الله عليه وسلم هيا هلا قد أمنيت بيلتون كم سلا روا كم سلا روا هيني بيلت لمس لا كل المسائل كاين هينتا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا بيلت كل مصيبة وكل مصيبة جلل أي صغيرا إيش تبيلت تقفت مصيبة من قبي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بحياته هلا بيلت وبات المسلمون في حالة الطوارئ يحرسون المدينة ويحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم منهكون من الجرح والتعب والحزن والألم ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من متابعة حركات العدو حتى يناجزه في الميدان لو حاول العودة إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لعدول حركات لنايو ونعمل بنا ونتعب بنا وندبيلا توجيه به وصحاب الله لا عليهم بحالتنا الطوارد مايو لعقب علو لمدينة عقب علو والنبي صلى الله عليه وسلم لعقب علو دي بحراسة من دودو وتوم هينين وكذل طبعا مرة محكين ومتعبين علو بسبب جروح وبسبب شهداء لهم فقد وحزن على قلوم وألم على قلوم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لازم حركات تعدو وبيت حركة بيجي يسألوا كل ما عمل بلا يعني قالوا لهم قبل لأنه قتال ما بدي أو هجوم دي يدلوا بي اللي بقى قوتهم ده بيلو دي بقى المدينة منورة كم سلا حول لنا إلا كم سلا ما يوم طيب الله حلقة الله يقول لكم السلام عليكم.